وأكو حديث الواقعية السياسية. الواقعية السياسية باعتقادي لن تتجاوز كتلة من الكتل برج 45 مقعد، لن تتجاوز باور بما فيها الكتلة الصدرية، بما فيها الكتلة الصدرية. أنت الصدرين قايل 40 زائد ناقص 5، ممكن 35 ممكن 45 بهذا البرج. هذا يعتمد طبعا على نزاهة الانتخابات. لا، إذا انتخابات يدخلون عليها بالسلاح وبغيرها، ما أتكلم عن، أتكلم عن بشكل عام. لا، أكيد راح ترتفع نسب قوى لا دولة، مو قوى الدولة. فالجديد حاليا وفق هاي المعطيات، الجديد المتبلور تلقي لك 4 أو 5 قوى، وبعضها مو جديد. مثلا تقدم، ما أحكي عن تقدم لأن تقدم قديمة، شاركت بالانتخابات 2018. فالجديد توقع 15، احنا من الجديد مرشحين 20، كل 20 يفوز؟ هذا كلام اكيد لا، بس ايش قلت 10 من ال 15 هم كلام لا. احنا اذا حصلنا باعتقادي، اذا بدايه 2 3 5، فانا اعتقد انه بدايه جيده بواقعيه سياسيه. ليش؟ عندنا نموذج لكتله حصلت 1 وبال 2018 حصلت 16 او 17 مقعد، اللي هم العصائر. وهكذا كتل عندك الشاسوا أو الجيل الجديد يمكن حصل 3 بالانتخابات، يعني يقدر يخلي قدم، عمل تصاعد في السياسة، خلي قدم وعندك أهداف وعندك خطة وعندك أداء سياسي. بيك خير صعدهم، إذا عندك 5 سويهم 50 جيد، ما بيك خير 5 يصيرون 0.